مالك شي دعوة بيه مالك بيه، خليك في حالك مش فايقالك، عايز مني ايه؟ ايه 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 يا رمضان يا رمضان نهار اسود، كويس مفيش حد معانا، انت هتخرج من وقارك ولا ايه؟ هتمشي ورا الحاجات الهبطه دهيا؟ لا والنبي ما اخرج من وقاري ابدا. واهدي ايه الكركبه دي؟ الله يخرب بيتك يا تفيدي، بتاخدي شيء وشويات قدام عيني ومش عايزه تشتغلي. الناس خلاص بقت طيبت وما تشتغلش. واهدي التبذير وصل لده كله جزمه ذهب جزمه. يلا ان شاء الله تتحط في نار جهنم. ده حلم ده حلم يا حلم، يا عيني عليكوا على ايامك، الله يرحم ايامك. كان الحب بجد. ايوه مش تجاري حياه النبي بقى. انت وحشتني. ما تشوفيش وحش، يلا البسي البسي اللي تستاهل انت عرقانه. خدي. طب لبسهولي. لبسهولك يعني هي تفيده لازم امها تعيا النهارده. تعرف يا رمضان انا ابتديت اتعود عليك بحياتي، ايه رايك نطلع عندي البيت نتعشى مع بعض؟ انا نفسي اطبخ لك بايدي والله. عندك في البيت؟ ايوه. والحاج والحاجه موجودين؟ الحاج والحاجه مين دول؟ الحاج والحاجه مين؟ ابوك وامك. نونو بابا وماما في بيروت. بابا وماما في بيروت؟ هو احنا نروح ناكل في بيروت؟ هناكل في بيروت ايه؟ هناكل هنا طبعا. لو انت قاعده لوحدك في البيت هنا؟ ايوه لوحدي. انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا طبعا انا واثق فيك. طب ومش واثق في نفسك؟ لا انا بعون الله واثق في نفسي 100%. امال ايه؟ انا بس بقول عشان ما نبقاش لوحدينا. ما احنا لوحدينا اهو. لا احنا هنا مش لوحدين، معانا كنب وكراسي ونجف. ايوه كده اتحكي. انا بصراحه يعني مكسوف من وجودي هنا كل يوم، خصوصا ان الولاد ما بقوش يجوا. مالك فيه ايه؟ لا مفيش، بس انا لازم ارجع بيروت بعد يومين، وبصراحه كده مش عايزه اسيب مصر. معلش ان شاء الله تجيلها تاني بالف سلامه، وبعدين تشوفي اهلك وتنبسطي، وانا انتهزها فرصه اروح البلد يومين انا كمان. بس انا كان نفسي اقول لك حاجه قبل. السلام عليكم. يقول الشاعر: نعم انا مشتاق وعندي لوعه، ولكن مثلي لا يزاع له سر. اقوله تاني؟ يا مستر. حلو مستر. نعم انا مشتاق وعندي لوعه، ولكن مثلي لا يزاع له سر. سر سرك تعرف يا كاسانوفا؟ اقوله تاني؟ لا يا استاذ. ده هي تسد نفسكم يعني. مثلا شوف الشاعر قال ايه. قال حاجه جميله قوي وغناها الاستاذ الراحل الفنان عبد الحليم حافظ. تقول: الموج الازرق في عيني يناديني نحو الاعمق، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق، إني أغرق أغرق ثلاثة بالله العظيم أغرق، إني أغرق إني أغرق أغرق. إيه القمر؟ إيه القمر؟ خدنا القمر. إيه القمر؟ خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال، لا شافتها عين ولا مرت ببال. يا 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 حبيبي شفت واخداني الأماني لحد فين؟ شفت بحلم 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 قد إيه؟ القمر خدنا القمر. عامل لي عبد الحليم يا ولا. مين؟ طبعا مش عارفني، نسيتني خلاص. أنا ضميرك يا حيوان. أعوذ بالله، أمال إبليس شكله إيه؟ وآخرتها يا رمضان، بتحب البنت اللي اسمها دجلة وأجلة. يا سلام، وأنت سايبني لما أغرق لشوشتي وجاي دلوقتي تعمل لي فيها شيء غفر؟ البنت ده هي اللي تقطع علاقتك بيها نهائي. وانت تكفي المنام وقابلتها كويس. اسمعني بس، اني بضعف من حلاوتي اما بشوفها جدتي بتتلبش. بتضعف وقدرت تقولها يا راجل؟ نسيب ناخد حريتي بقى. ده انا لسه هوريك العذاب اللي عمرك ما شفته. الظاهر ان انا سمعت عليك كتير، انما من دلوقتي وطالع انا سخيف. استاذ رمضان
ازيك؟ انا اسفه انا جيت لك من غير ميعاد، بس انا كنت عايزه اتكلم معاك لو ممكن يعني. طب ممكن ثانيه واحده؟ ثانيه واحده طبعا. ها اعمل ايه؟ عايزاني اروح وايه؟ يا سلام، يعني نمت دلوقتي. النهاردة آخر يوم ليا في مصر، أنا خلاص مسافرة الفجر. في 60 سلامة. مصر هتوحشني قوي. معلش معلش، هو الفراق في أوله صعب، إنما بعد كده بتلاقي نفسك دخلت في حالة سكوت على طول، وتحت عينك ديه سواد، ديه بيسموه اكتئاب، وبعد كده بشوية تلاقي في رعشة في الإيد والرجل، ديه بقى الشلل. أنا بضحك وياك، مش عايزك تمشي متضايق. تصدق يا رمضان، أنت الشخص الوحيد اللي أنا بثق فيه دلوقتي. والله العظيم. سد بص قدامك، لان انا حاسب المترو. المترو فاكر في فيلم يوم من عمري عبد الحليم هو اللي جاب الارنب لزبيد، وما ناخده منك اسمه كلام برضه عشان تفتكرني بيه يا رمضان. سوفينير. سوفينير؟ عارف يا رمضان، ده أجمل يوم قضيته في حياتي كلها. نجلة. اوه نجلة. لو ممكن صورة. لا يا ابني ما بصورش، يعني مدرس. صورة. يعني مدرس. معلش يا رمضان عشان خاطري. معلش خلاص. حاضر حاضر، اوقف اوقف يلا. أنكي. نزل ايدك يا حبيبي، نزل ايدك يا بابا، انت جاي تصور غلط مسخره يعني. ارمي نفسك. صورة كيوت. ها حاضر يا كيوت. حاضر. نزل ايدك يا اخويا، انا هو محرم وانت محلل. احترموا نفسكم، بتاخدوا الكاميرا وتمشوا. اقف عدي، استعد يلا. وانت بتخبزي لي ليه؟ انا ما بتكسبش في الحق. يقفوا محترمين يا جورو بتاعي. اقف يا اخي يلا يلا، امسك السلام. لا معلش، صورة ثانية. صورة كمان ما تكتب عليها تاخدها احسن. يا ريت مش قادر عليك. ادم من هنا، امشي من هنا يلا بنت، من هنا امشي. ايه المسخره وقله الحياه دي؟ المعجبين لازم يكونوا محترمين. فطالي ايه؟ خلاص مشي يغرف ده، مش عايزينه. قالوا لك كيوت. بس زعلان لي من كيوت. انت مالك انت ازعل ولا تحرق فيهم قطين ده اول ما يفرس كيوت؟ اخ لو اخد منها قطه ان شاء الله اموت بعد كده على طول. ان شاء الله تموت ولا تتحرق انت واهلك واللي خلفوك. سيبك يا بنت الهرم ده، خلي بالك منه. معلش يا جماعه يعني معلش. بس يا بنت ما معلش، اما الرجاله تتكلم ان سواد تضغط البط. امشي غوري. انتوا فاهميني ايه؟ مواطن كده ماشي في الملاهي؟ انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، مدرس اول لغه عربيه ورئيس جماعه الخطابه.